يعني كإنسان صحفي يعيش تجربة مع الموسيقار العالمي نصير شنة. تحية للموسيقار مثقف جدا، نعم، على مستوى عالي، ويعني أنطاني الكثير يعني من خلال كلامه. عرفت يعني طبيعة الفنان المحترف كيف يكون وكيف يتعامل مع الأشياء، بسيط إلى درجة، إنسان صاحب نقطة يعني ما يمتلك من النرجسية شيء، إنسان واضح مباشر. أما اللقاءات اللي أعتز باللي يعني أعتز بتاريخي بأنه عملتها مع أشهر مطربة إيرانية على الصعيد العالمي اسمها سبيدة، مقيمة في أمريكا أعتقد بلوس أنجلوس. جاءت إلى أربيل، يعني كان اللقاء معها مستحيل، بس أسراري عملت لها اللقاء ونشر هذا اللقاء. أعتز بلقاءات أخرى اللي تعتبر هي أول لقاءات للصحافة العراقية، مع الغالية رحمة، مع كثير من الفنانين اللي كانوا ما يعني تاركين العراق لفترة، فنانين الشباب أغلبهم يعني، يعني كثير من الفنانين. ويعني هواية أكو أمور باللقاءات تصير يعني كثير كثير يعني اللي بالذاكرة يعني اللي أنا قلتها. ويعني كثير من الأمور يعني ما تحضرني بالذاكرة حاليا يعني، بس أنا حكيت الأبرز يعني اللي ما زال في ذاكرتي. حلو، تحية للكل اللي ذكرتهم. أستاذ حسن مرواني موسيقارنا الكبير نصير شمة والغالية رحمة وكل اللي ذكرتهم أو نسيت تذكرهم. حسن نرجع سؤال. نعم، أنا أعتذر على نسيت تذكرهم، وعلى الصعيد الرياضي يعني بالإعلام الرياضي يعني ما زلت أتذكر خلال يوم واحد إن نشر لي ثلاث لقاءات في عام 2005 في أبرز نجوم الكرة العراقية مع نشأة أكرم ويونس محمود وعماد محمد في عدد واحد. وعملت مع الراحل المرحوم مؤسس نادي الشرطة محمد نجيب تعبان لقاء هو الأول له بعد صمت 30 عام. يعني بعد صمت 30 عام ما يعمل لقاءات، نجحت بعمل لقاء له نشر في صحيفة الزمان آنذاك، وعمل ضجة كبيرة. كان أي واحد من تلاميذه من ذكر يقول الله يرحمه، فكان يتصور أنه متوفي. يعني رحت البيت واكتشفت أنه حي يرزق، فبعد 30 عام من السكوت يعني أجريت معه. عاشت ايدك. أنا إذا انتبهت من قدمتك كنت قلت طموح كبير، وأعرف طموحك جدا كبير، وإن شاء الله طموحك يوصلك لهدفك المنشود أو توصل وتحقق كل اللي تريده إن شاء الله. سؤال، تؤمن بالغاية تبرر الوسيلة؟ الغاية تبرر الوسيلة، تؤمن بهذا الشيء؟ مو كل الأحيان، لا مو كل الأوضاع أو الأحيان يعني. مرة قرأت عن هذا الشيء إنه غاية تبرر الوسيلة، يا أما تكون معه أو ضد، فمع أو ضد، ما يعني ما أريد كل الأحيان أو أغلب الأحيان، بس مثلا مع أو ضد الغاية تبرر الوسيلة. ضد، أنا هم ضد، أكيد ضد. تظن خلال كم سنة بمجال الإعلام، مجال العلم والإعلام، تظن إنه حققت اللي يريده حيدر النعيمي؟ حققت إيش؟ اللي يصبو إليه حيدر النعيمي؟ نعم، الحمد لله. التقيت
في حلم الطفولة، حلم المراهقة، شخصيتين تحلم بلقائهم أكيد وأجري معهم حوارات أو حتى أتكلم معهم مع النجم الكبير اللاعب الكبير أحمد راضي. وبعدين أحمد راضي اللاعب الكبير يعني أصبح من أصدقائي، ومع الفنان الكبير كرم الساحر. لأنه إحنا يعني كعمرنا إحنا جيل الثمانينات يعني اللي نشأ في عصر الثمانينات كان بعد يعني بروزنا كمراهقين أو شباب كان الحلم يا أما نصبح لاعبي كرة معروفين مثل أحمد راضي كابتن منتخب الوطن السابق، نعم، أو نصبح مطربين مشهورين مثل كاظم الساهر. صحيح. فكان حلمي أن ألتقي أحمد راضي وكاظم الساهر. الحياة أخذتني إلى عالم الصحافة والتقيت بأحمد راضي وصار من أصدقائي، وقبل شهرين أو قبل شهر ونصف التقيت بالفنان الكبير قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر في برنامج بوبوز. الحمد لله حققت حلمك وحلم كلنا طبعا، ان ننتقل الفنان الكبير اللاعب الكبير احمد راضي والفنان كاظم الساهر، وما ننسى هواي عندنا نجوم الكره عندنا يعني يضاهون او بمستوى، خلينا نقول احمد راضي، ما ننسى حسين سعيد الكابتن، يعني انا يعني من كنت صغيره متاثره بشخصيه حسين سعيد ولعبه بدرجه كبيره ما اعرف ليش، يعني أكيد فارق كبير بالملعب وخارج الملعب، أخلاق كبيرة ولاعب كبير على تاريخ، ويعتبر أحد أعمدة العراق الكروية. صحيح أشد تحية لهم كلهم. بما أنها وصدت الشباب والمراهقة، ما حنجي للأسئلة المشاغبة شوية. أنت جبتها. كلنا يعني البشر عندنا طفولة مراهقة وشباب، ف أول مشاغبة لك بالمراهقة شو كانت؟ أول شنو؟ مشاغبة. ما فهمت. أوكي مشاغبة. شغب. مشاغبة. أيوه. مشاغبة. أول مشاغبة يعني أول شيء هذا. ما أعمل مشاغبات، بس مرة اضطريت يعني أظهر قوتي يعني كانت في لعبة كرة قدم، وكنت أنا كابتن فريق، ويعني شغبت. هل يعني أنت تعرفها؟ شغلت كثير. اوكي هل يعني نريد نعرفها؟ شغلت كثير. اتس اوكي. واحدة أفضل. زين. نعم. اوكي. دا أقول هل يعني نريد نعرفها؟ ما فهمت الصوت الآن دائما شوي يخون، يعني دا أركز مع الصوت عم بأفهم السؤال أقدر أجاوبه بصورة صحيحة. اوكي. معلومات فين تعرفوها لو شنو؟ دا أقول هل يعني أنت تقول يعني شاغبت؟ إيش كانت المشاغبة يعني؟ يعني أكيد كانت عبارة عن حركات استعجالية، كوني عن يعني جربت في فترة من حياتي في الفنون القتالية، جربت حركة من حركات على أحد الأصدقاء أو قطاع طفولة، كان راديو يعني أول شفت الراديو يعني. أوه استر علينا. زين هاي مشاغبة بين الأصدقاء، هسه نجي على مشاغبات بين جنسين يعني. أوكي فأكيد يعني بعمر الشباب والمراهقة كان لك حب أول، صداقة أولى ويا بنت، شو كنت كانت؟ عمري 7 سنين صف ثاني ابتدائي. نو واي 7 سنين. حلو. بس المفارقة بينهم ما حبيت واحدة، حبيت اثنين هي وبتخلص يعني. حلو.
زين وبعدين ما اعرف ليش قبل انا اقول ليش يعني ليش ما حبيت يعني بعدين ليش حبيت السينات ما اعرف ليش اوكي بس اعرف حلو اللي بك خلاص حبيت حلوات عاد حلوات واحدة سمرة وواحدة بيضة صديق اي زين عاد يعني جماعة من اللونين اي كل زين سوى التوازن توازن شوف اوكي بما انه دخلت مراهقة وسبع سنين حبيت اكتفيت بمراهقتك لو من بعض الاحيان تقول لو ارجع في العشر سنين اللي ورا اسوي فلان شيء مثلا لو اكتفيت بيها لا ما احب ارجع لا للمراهقه ولا الشباب لانه عشت اجمل ايام حياتي كطفل وكمراهق وكشباب بس متندم على موضوع معين صار سنه 2006 يعني نتندم على موضوع 2006 ان شاء الله ما كنا دا قرار كان قرار خاطئ ان شاء الله قرار خاطئ يعني اتخذت قرار وما كنت مصيب بي يعني للاسف اخ سبحان الله ما يغلط وكلنا نخطا وان شاء الله هذا الخطا يتصلح او تصير احسن مو غلط يعني قرار مو غلط بس كان قرار بانه ارجع الى بغداد بالسرعه الممكنه ما رجعت باشغال معينه وبالتالي يعني سأرجع لموضوع يعني تعب كبير خلال سنوات اللاحقه يعني. الله يعوضك الخير ان شاء الله الله يسلمك إذن اي سنه قررت الزواج والاستقرار؟ انت قررت الزواج؟ يعني صدفة قررت خلاص لأنه النوع اللي بناخذ قرار أخذ قرار مباشر وسريع فجاءت احتياجية للبيت وقررت الزواج وزوجت إذن زواج تقليدي أو عن طريق حب اتصال شيء تقليدي زواج تقليدي أها الله يبارك زواجكم إن شاء الله أوكي